خلونا نشوف يا سارة إذا رح تعتمدي على الشق النفسي مع المشتركة إنه اليوم عيدك ولازم تربحي، أو عن جد رح تقدمي شي كتير حلو وتختارك من تلقاء نفسها. بليز سارة أنقذينا بشي روعة and glamorous. أنا عرفت أنت الستيل تبعك شو، أوكي، وعندي فكرة شوي كيف بدي واصلك للي أنت بدك إياه. بدي إياك بس تعرفي شغلة، إنه بالفاشن بس حدا يقول لك إنه بدك تلبسي شيء شوي جلامور ما يروح راسك على القصص هيك الفستان الطويل، ولازم روح أدفع مصاري كمان جيب شيء يبين أنا لابسة، عرفتي؟ فأنا بدي أفرجيك إنه فيك تستعملي أيتيمز يكونوا عندك بالخزانة، يكونوا كثير أفوردبل، وأنت يو ميكس أند ماتش بيناتهم وبيطلع عندك أوتفيت كثير حلو مثل سيلبرتي. كيف انت بدك انا هيك حاعطيك اليوم. اوكي ردي ردي يلا. Affordable glam. Interesting. Yeah, very interesting. But still it's not celebrity. Definitely not celebrity. Yeah. So لقيت لها هلا الاوتفيت اللي عن جد حتطلع مثله. شوفوا معي. This is cool. 10 10 10 10 crop top style جديد. حاسي انه بيعطي هيك لوك حلو. اوكي هيدا موضوع. اوكي سو الاذر شيرت بيطلع حلو. هيدا بتصور في شيء تحته تلبسيه. اوكي في ليجينج شورت لانه بتصور قصيره من هون، فبتلبسي ليجينج شورت تحته هيك ما بيبين السكن تبعك. وهيدا بس فوت تلبسيهم تلبسيها فوق الشورت. اوكي اوكي اوه حتلبسها من فوق. والله الصراحة حلبسك هيلز معهم. هيدا نشوفهم كيف بيطلعوا. اوكي وبس بعد في شغلة بحط لك شيء على كتفاتك بحس هيدا بيطلع حلو. I'll give it a 9. هيدا بس حطي على كتفاتك بس يطلع. اوكي يلا I'm waiting for you. يا ما حيطلع حلو يوم حيطلع تاك. Yeah, it's either a win or a fail. حبيت الفكرة. الفكرة. But it's not glamorous. No, it's not glamorous. At all. At all. I like the coat. Oh wow. This is hot. هذا الساندال مع الكوت هيك على الكتف is hot. حبيتهم عاطين هيك الستيل اللي انا بدي اياه. I'll give it 6. I'll give it a 5. Oh. بس شفت لك شيء ثاني بنشوف شو الاكثر واحد بيزبط. لا رح تغيره بدي اشوفه بليز. شفت لك هيدا البليزر. اوكي مع انه هيك شو بتحسيها معجقه. بليزر خايفه منه مش عارفه كيف رح يطلع، ماني متعوده على هالاشياء. بس حنكسرها هيك بشيء تحتها نلبسه على بالي مع هيدا البانت الجلد. لا يا سارة لا لا يا سارة لا 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 بنطلون جلد بيمشي مع كل شيء، يعني وين ما كان وكيف ما كان، فقررت هيك استعمله تعمله ستايلينج مثل ما انا بدي. شفت شيء هون خلينا نلبس هول معهم. طبعا 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 اسود 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 وهيلز. اوكي خلينا نلبس هول. هول حالي كيف تلبسيهم بس تطلعي. اوكي اوكي لانه حنربطهم على البانت من تحت. اوكي تيعملوا الستيل بدي اياه. وهيدي اكيد تحت البانت. اوكي والجاكيت فوقهم. ثانك يو. يو ويلكم. I'm not excited with this one. I'm not excited either. اللوك الأولى أحلى من الثانية. هي الأولى أحلى. It's more fashion forward. Yes yes way more fashion forward. تكلم السقات وكل شيء. I love it. No no. Go back to option one, Sara. هذا بفزع. Not bad صراحة. Not bad. Yeah, I'll give it 5. I'll give it a good 4. فيك تقعدي بس على الكرسي لنظبط الهيلز. I love this look by the way. كتير عطيك عمرك مش مكبريك وبذات الوقت عطيك هيك ستايل مثل هول على انستغرام شو بيلبسه.
اوكي. هول الهيلز هن كل شيء، هن اللي عملوا الاوتفيت، لانه كيف عملت لها الستايلينج تبع الشرايط، كيف ربطت لها اياهم من تحت، عملوا شيب البانت اللي انا بدي اياه اكزاكتلي.